أتوجه يعني بالشكر الجزيل لشركة نفط البحرين بابكو وإلى وزارة التربية والتعليم على رأسها سعادة الوزير وإلى إدارة الخدمات الطلابية والتعليم الثانوي وجميع المدارس التي شاركت اليوم وحصلت على المراكز المتقدمة في مجال البيئة. كما يسرني أن يعني ما لقيته من أفكار جديدة ومتقدمة ومن أشياء بسيطة جدا وتدل على الوعي الواضح وعلى الاهتمام من المدارس يعني بالرقعة الخضراء واهتمام مدارس بالدخول يعني إلى مدرسة نستطيع أن نقول لها بأنها مدرسة آمنة ونظيفة وخالية من الشوائب. بابكو تواصل دورها الريادي في الشراكة المجتمعية وفي جميع الأنشطة في مملكتنا الغالية، ومن أهم هذه الفعاليات غرس الوعي البيئي والثقافة البيئية على جميع المستويات وبالذات الناشئة حيث أنهم أمل المستقبل. وداد الموسوي وكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر، السيد جوردن سميث الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو، المهندس إبراهيم طالب نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والتسويق، حضرات السيدات والسادة كبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وشركة بابكو، ضيوفنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعاً في حفلنا هذا والذي نكرم فيه المدارس الفائزة والمشاركة في مسابقة بابكو للمدرسة الخضراء للعام 2011 و2012 ميلادي. وهذه الجائزة هي عبارة عن مسابقة بيئية سنوية تنظمها شركة نفط البحرين بابكو بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في هذه المناسبة الجليلة التي تقام للعام السابع على التوالي لنحتفل معا بتكريم المدارس الفائزة بجائزة بابكو للمدرسة الخضراء للعام الدراسي 2011-2012. وبهذه المناسبة تفتخر شركة بابكو بمواصلة تنظيم ورعاية هذا البرنامج البيئي التربوي الطموح الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار الأعوام الماضية. لقد أسفر هذا البرنامج عن تنفيذ عدة مشاريع بيئية هامة تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتوفير الماء وإدارة النفايات وابتكار أساليب فعالة لتعزيز الوعي بالثقافة البيئية. الشركة معروفة من مثل ما قلنا من 2004-2005 تقريبا بدأت هذه الفعالية، ونحرص دائما على الحضور وفي كل عام تزيد المشاركات بسبب المردود الإيجابي الذي يلقاه الطلبة والمدارس تلقاه من قبل منتسبي هذه الشركة العريقة، والتي يسرنا جدا أن نتواجد هنا معكم فيها. مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في هذا اليوم وفي كل اللقاءات التي تنعقد بين وزارة التربية والتعليم، ولا أنسى الدور الذي تقوم به
إدارة الخدمات الطلابية والتي تحرص دائما على لقاء المسؤولين أو اللقاء مع المؤسسات الوطنية مثل شركة بابكو وغيرها من المؤسسات الأخرى، وذلك لإثراء الطلبة وتحفيزهم على النجاح والعطاء من خلال المسابقات الدولية والمسابقات الوطنية التي تقيمها دائما. توزيع الشهادات التقديرية على المدارس المشاركة نظير جهدها وحرصها على المشاركة في المسابقة. مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين، مدرسة الوحدة الثانوية للبنين، مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، مدرسة الشيخ عبد الله بن عيسى الثانوية للبنين، مدرسة جد حفص الثانوية للبنين، مدرسة المحرق الثانوية للبنين، مدرسة التعاون الثانوية للبنين، مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات، مدرسة سترة الثانوية للبنات، مدرسة الشروق الثانوية للبنات، مدرسة الشروق الثانوية للبنات، مدرسة أميمة بنت النعمان الثانوية للبنات، والمدرسة الفائزة بالمركز الثالث هي مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات. ويشتمل فريق المشروع على الأستاذة عائشة جاسم مخيمر، الأستاذة ناهد أحمد شحاتة، الطالبة سناء صالح الحويزم، الطالبة سارة عبد الله محمد، الطالبة الجازي حمد العماري، الطالبة هيا ماهر شحادة، والطالبة سارة يوسف أحمد. أما المشروع الفائز بالمركز الثاني كان عنوانه فن التدوير، التدوير إعادة الاستخدام وتقليل الاستخدام، وقد تم تصميم عدد من المشروعات البيئية الصغيرة تحت هذا المسمى، وكان المشروع الأول عبارة عن إنتاج ديزل حيوي صديق للبيئة يستخدم في مختلف المجالات المتعددة للحفاظ على التنمية المستدامة، والمشروع الثاني عبارة عن إعادة تدوير المواد مثل الورق والعلب المعدنية وعمل أشكال فنية منها يمكن استخدامها في المنزل. أما المشروع الثالث فهو عبارة عن إعادة استخدام القوارير البلاستيكية بتحويلها إلى لقطات للحشرات، وذلك بقطعها إلى نصفين ووضع الجزء الأعلى من القارورة بشكل مقلوب. والمدرسة الفائزة بالمركز الثاني هي مدرسة الحد الإعدادية الثانوية للبنات. فلتتفضل مديرة المدرسة الأستاذة فتحية أحمد بوزيد والمشاركات في المشروع لاستلام الشهادة. ويشتمل فريق المشروع على الأستاذة هناء عبدالله فليفل، الأستاذة سكينة كاظم أحمد، الطالبة سمية محمد المهزع، والطالبة فاطمة أحمد نكهدار. أما المشروع الفائز بالمركز الأول فكان بعنوان المبرد الشمسي، وتطرق المشروع إلى استخدام الطاقة الشمسية في تبريد الماء من خلال الخلايا الشمسية الموجودة في المبرد الشمسي، وهدف المشروع إلى استغلال الطاقة الشمسية لما يمثله ذلك من أثر إيجابي على البيئة، ومشاركة الطالبات في إيجاد طرق مبتكرة لاستغلال الطاقة البديلة، ونشر الوعي بين الطالبات والمجتمع حول أهمية الطاقة الشمسية،
والتقليل من استخدام الطاقة الكهربائية والحصول على ماء بارد في الأماكن التي لا تتوفر فيها الكهرباء. وحازت على المركز الأول مدرسة المحرق الثانوية للبنات. فلتتفضل مديرة المدرسة الأستاذة أمينة عبد الله الحماد والمشاركات في المشروع لاستلام الشهادة. ويشتمل فريق المشروع على الأستاذة وفاء سعد الرويعي، الأستاذة هدى محمد الجنيد، الطالبة مريم ناصر البصميت، والطالبة مريم عادل أبو الفتح.